القمر هو نجم الأرض وما ينفعش يطلع من مدارها أبداً، والقمر والأرض بيدوروا حوالين الشمس. اسمعي يا نيمو، أنتي هتبقي الشمس. أنا ألمع وأبرج مثل الشمس، وبعد هذا بضوي الدنيا. بطلي تمثيل، وقفي عادي خالص. ليس، أنت القمر. أية قمر؟ شعبان ولا رمضان؟ برافو، خلاص بقيت كوميديان؟ يا ابني افهم، القمر العادي، عارف؟ أنت الأرض، يلا دلوقتي لفوا حوالين الشمس. أسرع أسرع أسرع، أسرع. لا لا لا، أنا الشمس الملتهبة، أحرق أي شيء. وأنا القمر الجميل مرة، أنا قمر كل الشهور، أنا قمر 14. تمام كفاية، أنتوا شقلبتوا حال الفضاء خالص، ارجعوا أماكنكم. لا 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 لا، أنا الشمس. يا ولاد يلا كله يفتح صفحة 290. فرد كل الناس العاشرة. أستاذ الكتاب هذا آخر صفحة 70، ما في تاني؟ طبعا مفيش، في حاجات كتير انتوا لسه ما تعرفوهاش خالص. ايش يعني؟ مش هتتعلموا بالكتب بس، لازم كمان تتعلموا بالتجارب العملية. وعشان كده يلا بسرعة على مركزنا الغامض اللي احنا بنعمل فيه تجاربنا الخارقة. قصدك معمل المدرسة؟ لو سمحت ما تقاطعنيش. اسكت 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 يا ولاد، موعدكم إن هوريكم كل غموض الكون والفضاء بشكل بسيط جداً علشان تفهموا وتوصل لكم الصورة بشكل ما تنسهوش أبداً. بس بدون ما تسفرنا كوكب تاني مثل هديك المرة. حصلت مرة، انساها. رزان الكربون. يا ليس الهيدروجين. رزان هات الأزوت. ليس بسرعة اديني شوية مية. تمام كفاية، اديني الشنطة المعدن بسرعة يا رزان. عايزكم كلكم تلبسوا نظارات الحماية. لازم ناخد بالنا جدا يا ولاد، دي المادة السوداء اللي بتكون أكتر من 90% من الكون كله. بس ما في شيء ظاهر، يا ترى فينها بالضبط؟ احنا مش هنعرف نشوفها بعينينا أبدا عشان هي مادة ضد الضوء، بس لو حطينا نقطة صغيرة جدا من المادة السوداء هنا. دلوقتي احنا بنشوف حاجة شبه اللحظة الأولى لميلاد الكون، وطبعا حسب النظرية العلمية الأول كل حاجة كانت دخان. يعني الكون ما كان نظيف؟ أيوة، كان بيطلع دخان من كل مكان، بس الدخان مش معناه قلة نظافة، ده هيدروجين ومعادن تانية. المهم سحابة الدخان تقلت وانتشرت في كل مكان. أنا مالي مصدق، استاذ قال لي هذا بيتاكل؟ يا ابني افهم، ده زحل واوعى تاكله. وزي ما انتوا شايفين معايا كل المجرات والكواكب والارض بيفضلوا يلفوا بالشكل ده طول الوقت. خلاص احنا خلصنا، بس خلوا كل حاجه في مكانها زي ما هي علشان بكره هنكمل اللي بداناه. ممكن اخذ النموذج هذا معايا البيت الين بكره؟ تمام، بس خلي بالك الناس اللي على الارض يقعوا منك. دم خفيف قوي، هزار علماء. ووف، الأرض دحين رح تضرب كوكب الجبنة. ووف، سيبك دحين من اللعب بالأرض، رح تتأخر على المدرسة. أنا لسه أبغى ألعب بالأرض يا عنود. مين اللي جاي دحين؟ صباح البونجور، واحد نسكافيه اتنين سكر وسجق بالبيض والجبنة والبطيخ وحتتين توست. ما حتسألك يا فلافيلو. هوهو، ايه ده يا ليث يا ابني، معاك كرة أرضية؟ دي بتضحك قوي. ايش اللي جابك يا عم فلافيلو؟ صغيرة قوي بس بصراحة واضح انها نبيهة جدا. بص يا ستي، ادارة المدرسة كلفتني بمهمة ومسؤولية كبيرة، كل يوم هجيب الطلاب بنفسي من بيوتهم للمدرسة، فانا بقى لا كفاية كدب مش قادر، ما عنديش اكل في البيت. اجلس يا فلافيلو اجلس، لا تضايق نفسك. دام انك طلبت مني اشياء كثير فانت اللي رح توصل الاولاد اليوم للمدرسة، انا وضرغام عندنا مقاضي. تمام جدا، يبقى ما تحطيش الاكل على الترابيزة، مفيش وقت، بيقولوا عليا فلافيلو البلاعة. دوسي على رجلي، يلا دوسي دوسي الفيف بوي. دي بجد حاجة جامدة جدا. هوب. الأرض هذه مو للعب يا لي، جواها طاقة كبيرة مرة، انتبه عليها. ايه الحاجات اللي بتلف دي؟ غريبة قوي الكلام.
حاجات غريبة لزقت في جسمي كله، اتفضحت قدام زبايني. من الصبح فنجون بتلف حوالين راسي. في ايه؟ دعمت راسك ولا شنو؟ قاعد تتكلم مثلك مثل الكرتون. كرتون ايه بس يا ابني؟ دي نجوم حقيقية. مرة غريب، أنا أتمنى ما يكون اللي في راسي، وإلا رح تصير أشياء سيئة مرة. هو في ايه بالظبط؟ أنا الشمس وهكبر وكون قدها. ترا لا 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 لا، ابعدي من قدامي دلوقتي، خدوا نظارات الشمس تلبسوها، ما تبصوش على الشمس من غيرها. هي نظارتي انا عامله كده ليه؟ شكلك مش مهم. شش، حلو عليا يا ليث، بما انك ساكت تبقى اكيد يعني اخر موضه. ايش اللي بيصير يا استاذ؟ انا نسيت حاجه مهمه جدا بعد تجربه امبارح. عيد ميلادي؟ لا، نسيت اقول لكم ان الكون بيتمدد. النظاره. ايش في؟ اتزان الأرض بيبوظ بسبب قلة الجاذبية في الفضاء. يوهو، أنا طاير نجمي، أنا طاير، مش عايز حاجة من فوق. وأنا كمان طاير. أنا بطير أحسن منك بكتير، أنت راجل بطيء. أعمل إيه أنا دلوقتي؟ يا ابني بص لي وقول لي بسرعة، هو أنا لابس نظارة الذكية ولا نظارة العادية؟ أظن العادية، أنا كنت حاسس. ثانية واحدة، أنا هنضف كل حاجة في المكان ده في ثانية واحدة، بالتالي وبما إن مهمتي إنقاذ كل وجميع الحيوانات، فأنا الشخص اللي لازم يقوم بيها على أكمل وجه. ها، يلا بينا. هو أنت بتقول إيه؟ ما ينفعش تنظف الفضاء كده. لحظة. انت عبقري يا فلافيلو. ده بجد؟ انت شايفني يا عبقري؟ في حاجة واحدة بتشد الفضاء جواها، هي الثقب الأسود. على فكرة بجد انت مؤثر جدا. اتأثرت فعلا؟ تأثرت جدا. انا خلاص هروح مع ملي واعمل ثقب أسود وهجيب عربيتي. فهمت اللي صار؟ خلاص حيصير تفجير نجمي دحين. هنعمل نفسنا أذكياء وفهمنا اللي قلتيه، صح يا ليث؟ تفجير نجمي. تفجير نجمي، ايوه تفجير نجمي، يعني كوكب رح ينفجر، احنا لازم نهرب بسرعة. برافو يا رزان، اركبوا بسرعة. يلا بينا. في ريحة كواشي بيتحرق. لو حصل تفجير نجمي اكيد هتنتشر مئات النيازك بسرعه. يلا البسوا صناديق القمامه. يلا. البسوهم بسرعه. امسكوا كويس. حلوه جدا، نعملها تاني. في قشره موز بحالها دخلت جوه بقي. تمام تمام، دلوقتي نبتدي الخطة. ماليش دعوة، أنا عايز ألعب دلوقتي. ها، افتح لي لعبة سباق العربيات. لو سمحت من فضلك، محتاج هدوء. تمام صح. أيوة، فاضل لي حاجة صغيرة جدا جدا، أتمنى ننجح. أنا نجحت، عملت ثقب أسود صغير جدا. الفضاء قاعد يقرب هنا. تمام، لازم نرمي الثقب الأسود الصغير جدا ده في نص سحابة في الفضاء، بس هنوصلها ازاي؟ أنا عندي فكرة عبقرية، لو عرفنا نحط الثقب الأسود هذا جوا كرة قدم، أنا ممكن وقتها أقدر أشوطها بقوة وأجيبها في نص سحابة الفضاء بالضبط. ممكن تنجح، أنا بحب أوي الأفكار الغريبة. يلا بينا نجرب. الثقب الأسود حيبلع الكورة، وعشان كده إحنا هنحط الثقب الأسود في البلورة اللي ما فيهاش هوا خالص. البلورة دي من اختراعي وهتستحمل أكتر بكتير من الكورة، وإنت هتشوطها زي الكورة، ودي كمان هتبقى أسهل لك بكتير وإنت بتشوط. تمام، يلا. كنت أنسى. هو أنا عملت إيه؟ يلا بقى يا ابني، شوط جامد. وخروا وخروا، أنا أحسن واحد فيكم يشوط. يلا هات جون. يلا شوط جامد قوي. ده بيحضر نفسه. يلا يا ليث، يلا. شوطة الفضاء. سلام عليك لعيب يا ابني. أنا
ورجع. شكرا يا شباب، من غيركم انا ما كنتش انجح. بيتكلم عني، ما تاخدوش الكلام على نفسكم. ممكن بعد اذنك تشكرني تاني؟ ترا لا 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 لا، انا الشمس، لا لا لا، بنشر طاقتي في كل مكان. لا 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 لا. اوه، مش دماغي اللي بولولو بولولو. شوفوا شوفوا ايش على الانترنت. مكتوب على الانترنت كلام عن الملاهي الجديدة، فيها احسن قطار سريع في الدنيا كلها. انتم لازم تجربوه يا جماعة وما تضيعوا الفرصة. عايز بصراحة اركب القطر الكوكي المكوكي يا درغام. عايز اغيث صحابي اللي معايا في المدرسة. خلاص وصلنا. اهلا، حنا نبغى نجرب كده القطار السريع الجديد اللي عندكم هذا. نبغى 3 تذاكر. 300. ايش كيف يعني؟ ايش كيف هذا يعني؟ كيف يعني كيف؟ كيف 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 كيف؟ هذا مزح. بالفلوس هذه نروح المريخ بالقطار ونرجع. ايوه، نسافر المريخ بالقطر، القطر الطاير. احنا ممكن بالفلوس هذه يعني نسافر عبر الزمن من جد. ايوه، بسرعه الضوء السريعه دو نوصل للمريخ. اذا هيا، لا اريد تعطيلكم، تفضلوا. طيب يلا رح نمشي. بس أنا أبغى أركب القطار هذا. تمام، جيب 300 دنقل. طبعاً الكلام سهل. أنا ممكن أركبكم قطر مدهش قوي، أحسن من القطر السريع ده اللي في الملاهي. أنت بتتجسس علينا رستم باشا. وداني هي اللي سمعتكم بالصدفة. سمعتنا بالصدفة. تفضلي تفضلي، صدق انت نورتينا وايد اليوم. طالما كده نعزم ودنا حضرتك على الشاي. طيب فين هذا القطار المدهش؟ ايدك على البسكوت. تمام، خذ البسكوت. تمام، ده بسكوت مظبوط. تعالوا ورايا. مو هذه محطة قطار قديمة؟ ايوه، وصديقي الميكانيكي عايش هنا من زمان جنب القطر. ايش ده؟ هذول بيحطون القطارات القديمة هنا. القطار هذا لا يمكن يتحرك ابدا. مين قال انه ما بيتحركش؟ اهلا يا جرو. رستم باشا خير؟ مين دول؟ دول اصحابي من زمان جدا. بس انا ما اعرفكش. اصحابي عايزين يركبوا قطر سريع فجبتهم لك على طول. شكلك جبتنا على الفاضي. الفاضي؟ انا الميكانيكي الراكون جرول. روك اندرول؟ لا، الراكون جرول. بقى انتوا عايزين قطر سريع؟ خلاص سيبوها لي. انا من رايي تجربوا الموضوع. طيب ماشي، طالما انت مره واثق كده. اتفضلوا البسوا دول. حلو قوي. يلا كله يمسك كويس. اسرع قطر في العالم هيتحرك. معقول احنا ماشيين بسرعه قوي؟ انا مش قادر. اتريق براحتك، لما الفحم السبيشال ده يولع هتشوف. الطريق قدامنا بيخلص، ايش حنسوي دحين؟ ما تقلقش خالص، احنا مش هنحتاج طريق لرحلتنا دي. اوكي. انا ما بقتش فاهم اي حاجه، ايه اللي بيحصل؟ هذا شكله شارعنا، احنا بنرجع بالزمن. بس جده بالسباع لساعة عجوز. عشان جدك عجوز يا ابني من زمان. مفيش واي فاي هنا. انترنت ايش دحين يا فلافيلو؟ السنين هذه ما فيها انترنت ولا حتى فيها تليفون. الفضاء؟ حنا ليش جينا الفضاء؟ الارض بتلف، ما بتفضلش في مكان واحد، دي بتروح اماكن كتيرة جدا وهي بتلف في الفضاء. يعني كل افلام السفر في الزمن كانت بتكذب علينا. ابو السباع، ايش اللي جابه هنا هذا كمان؟ بصراحة جدكو ده غريب قوي، عاوز اعرف ازاي كان كده. امسكوا كويس. ايوه،
وصلنا لآخر محطة. مو مصدق، يا ترى قد إيش رجعنا في الزمن؟ عن نفسي عارف الحفرة اللي في الأرض دي، إحنا قبل أسبوعين تقريباً. كلام مش مظبوط، دي مش حفرة في الأرض، دي أثر رجل ديناصور. أوه، ده بيلبس مقاس كام؟ أنا بلبس مقاس 149، يبقى الديناصور يلبس 150. أوف. شوفوا، دي شجرة بسكوت قديمة جداً. إيه ده؟ يبقى البسكوت كان بيتزرع ويطلع على الشجر. ما ينفع تاكل أي شيء هنا. هيحصل إيه يعني؟ يا ماما. يلا نهرب قبل ما نتاكل. ساعدوني أرجوكم. إيه بعد ما تلمسش جزمتي؟ لحسن تكبر هي كمان، مش ناقص. كفاية فسحة، يلا بينا بقى علشان نرجع. ايه ده؟ ازاي؟ ده مستحيل. ايش فيه؟ ما فاضلش فحم من السبيشال بتاعي. يعني خلاص هنفضل هنا للأبد؟ انا دماغي كبرت. استنوا، اهدوا دقيقة، لو وصلنا للسرعة المطلوبة احنا ممكن نسافر عبر الزمن. ايوه، زي الفيلم بالضبط. ممكن نجرب. ارجعوا ورا وزقوا جامد، نزقوا على المنحدر عشان نبقى اسرع. يلا دفوه. يلا زقوا جامد. يلا. ما تلمسنيش بدماغك الكبيره يا رستم باشا. كفايه يا فلافينو. تمام، خلاص بقى اسرع، يلا اركبوا. لازم نوصل لسرعة 88 كيلو في الساعة. كده بناخد مخالفة. أنا خلاص ما بقتش شايف حاجة. فاضل شوية، إحنا ماشيين على سرعة 80. إحنا هننجح. أيوة لازم ننجح. أمن عليا يا رستم باشا. أنا ما بقتش عارف أفتح عيني من كتر ما وشي كبر. أنا مش شايف حضرتك مين. هذا هو الماموس اللي انقذنا. شكلك جد 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 نفخ دماغك ملوش علاقه. جد 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 جدي ده ولا ايه؟ بابا. ايه بابا دي؟ ابني 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 حفيدك يا جدو. هبا هلو بابا. هبا خلاص لا تدف، رح نمشي. اوه اكيد ده بيت جد 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 جدي، ده حلو قوي. ويا ترى ايش الحلو فيه؟ هذه قطعة حجر وفي رسومات مرة غريبة على الجدار وما في اي شيء تاني. ايوه، غير ان جدي مفاجأة رجل كهف. طبعا انت غيران جدا. الموتور اتدمر خالص وما فيش فحم، وخايفين نطلع برا من الوحوش الخطيرة. رستم باشا وجهه زي البالونة. انت مين؟ اسمك ايه؟ انت هنا، هنفضل هنا لاخر يوم في حياتنا. جدي ما تتعبش نفسك، شوف ولاعة بتولع. بتعمل ايه؟ انت شكلك كده عاجبك شرابي. هذا معجب بيك يا فلافيلو عشانك ولعت النار بسرعة. بغير كده يا جدو، ارجوك سيب رجلي. الحقيقة أنا كنت بشوف في الأفلام التسجيلية رسومات رجال الكهف، لكن أول مرة دحين أشوفها في الحقيقة. شش،
يلا ارسمني يا جدو وطلعني كيوت. دقيقة واحدة، اللي هقوله هذا يا جماعة ممكن يبان غريب بس هيروحونا. مش هنروح، الموتور باص خلاص، ما رح نحتاج له. احنا اكيد محتاجين الاقلام الحجر. أه؟ ليش يعني؟ الاقلام هذه آلة زمن؟ ليش تبغاها؟ ايوه، اصلا الاقلام ماكينات زمنية، جيبوا اقلام حجرية كثير على قد ما تقدروا وتعالوا. ها؟ انت متأكد؟ يا ابني استنى لا تجري. هو هيعمل ايه بالظبط؟ استنوا، استنوني، فلف ايلو، خد ايدي، انا مش شايف اي حاجة. يلا يلا تعالى من هنا. انت شكلك غريب قوي. شوفوا ابو العينين راح ينقذنا. انت ليش كتبت كده؟ مدام حنا في الماضي يعني اللي راح نكتبه راح ينشاف في المستقبل، يعني الدكتور ابو العينين راح يشوفها ويسوي آلة زمن وينقذنا. لو هذا شارعنا يبقى لازم نكتب في كل مكان يا جماعة عشان يعرفوا اننا موجودين هنا. يا بهوات، الحفرة فاضية. حنا لازم نكتب قبل ما يرجع الديناصور. مش عارف ليه ما بيجيبوش الجوابات على البيت. ها؟ أبو العينين؟ هم ليه كاتبين اسمي؟ الدكتور أبو العينين هينقذنا، إحنا محبوسين في عصر الديناصور درغام؟ إيه ده؟ أبو العينين؟ أبو العينين؟ قول لي ما شفت أحد منهم؟ يا دكتور مو لاقينهم من أمس. لا لا ما شفتهمش خالص، هو درغام اللي كتب ده؟ أنا ما أدري، وكمان في شيء مكتوب هنا. إحنا في عصر البسكوت بيطلع على الشجر، فلافيلو. هدول كده مرسلين لك رسائل، أكيد سووا شيء غريب تاني يا دكتور. مش معقول، دول كده يبقوا أكيد سافروا للماضي، أنا رايح للمعمل. أنا تعبت مرة، كتبت في كل مكان. ها كم دول؟ مش شايف. طب ودول؟ قلت لست أدري يا عم أنت، أنا ماشي. صحابي لا يعتمد عليهم البتة. ايه ده؟ ايه اللي وقع على راسي؟ الحقوني. رجلك. دحين احنا انتهينا. راسي اتعدلت، لعاب الديناصور خفف لي راسي خالص. ايوه مرة حلو كده، خلاص كله انحل. على فكرة حنا في معدة الديناصور. أخيراً أخيراً لقيتكم. الدكتور وصل. هي يلا تعالوا اركبوا بسرعة. بنيو آلة زمن في نفس الوقت، حاجة ذكية جداً. هو أنت ليش تأخرت كده؟ يعني مش كفاية إني جيت في الوقت المناسب؟ ده أنا بدور عليكم بقالي أسبوعين وأكتر. عندك حق، آسف. مشكور يا دكتور، أكيد اللي في البيت قلقوا مرة. طيب يلا نرجع البيت بسرعة. إحنا جبنا ده بالغلط معانا. يا جماعة ساعدوني شوي عشان أقدر أرجعه. جد الكبير، جد الكبير، جد الكبير، جد 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 جد. باي باي. يبدو أني نسيت ولعتي مع الماموث، الزمن هيتغير خالص. لاي 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 اوي لا لا لا. فلافيلو ايش اللي بتسويه في الشارع هذا؟ انتبه، ما ينفع كده، احنا مو في البيت. بابا الشارع فاضي، ما في احد جنبنا. اوه هي، ليس عنده حق. اهدى شويه وبص، الدنيا فاضيه ما فيش حد. صدق بفكر اسوي زيكم. هوبلي هوبلي يلي بلي، هوبلي 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 يلي يلي يوه. طالما ما حد شايف طلعوا الحركات اللي هسويها هادي. بكا بوم بوم باستيك. هوبلي 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 يوه. اهوي هوبلي 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 بوم 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 باستيك. هوب 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 لا هي، تعالوا نبني المجد يلا. الناس هدول ليش كلهم مجمعين كده؟ ايش في هنا لو سمحت؟ لك في هرم عملاق ظهر فجأة، ما لنا عارفين من وين اجا، شكله كثير حلو، انا اول مرة بشوف هيك شيء. انت بتقول ان في هرم ظهر فجأة وما حد عارف من وين جا؟ يا فلافيلو هذه مغامرة لايقة علينا جدا، مستعد ولا لا؟ العظماء المراوح العظماء. مراوح ايش بس؟ اسف استنى لحظة، جاي علماء الآثار العظماء جاهزين وجايين خلاص.
خلاص واخروا واخروا يا جماعة، خلوا الهرم ياخد نفسه. باب البلد ده مقفول بإيه؟ أكيد في سبب مهم يخليهم يقفلوا يا فلافيلو. شوف الإنترنت إيش بيقول. الأهرامات هذه مباني من قبل الميلاد وعبارة عن أحجار مرة كبيرة وأبداً مو سهل تنفتح، ما حتعرف تفتحها مهما صار. يا ترى الإنترنت بقى مكتوب فيه عني حاجة ولا بيتجاهلوني؟ أنتوا شايفين معايا الأشكال اللي حوالين الباب هذه؟ أكيد هذه شفرة سرية مو سهلة، زي كلمة السر الصوتية. التكنولوجيا اتطورت الأيام دي. لازم نفكر في حل المشكلة هذه. شوف ممكن تنفتح من هنا ولا لا. انت بتفكر بالصوت غريب كده ليه يا درغاب؟ انا مش فاهمك، انت بتوري الناس انك عبقري؟ لقد ذهبنا الى الزمن الخطأ. آلة الزمن بها خلل وتسبب لنا المشاكل. من القبطان لفريق العمل حول، لظروف خارجة عن ارادتنا وصلنا لزمان ومكان خطأ للأسف. يا عامل أسرع لغرفة المحرك الأساسية، أعثر على المشكلة وحلها. يا قبطان أنا متعب جدا، هل يمكن أن يحلها غيري؟ لطيف، خذ مكانك قبطان وسأعمل لديك يا سيدي. ماذا؟ أتتحدث جديا؟ يا سلام، سألعب بالدفة. هل صدقت حقا ما قلت؟ تحرك لغرفة المحرك وأعثر على المشكلة. حسنا يا قبطان. كم جنبا لهذا الهرم بالضبط؟ إننا ندور طوال اليوم. بس يا طرزان، ما أنت لو بتفهم بجد كان زمانك مدرس هندسة. أخبرني كم مدخلا لهذا الهرم. يا طرزان أنت مش فاهم الهرم ده دخله صعب قد إيه. أنا قريت زمان إن جواه كنوز قديمة قوي وتمنها غالي قوي، اللي يقدر يفتحه هيبقى غني جدا. ابقى حاول تقرأ عنه وخليك مثقف. ها الحق، ده في فتحة تحت اهي، عرفت أدخل اهو من غير هندسة ولا أي تعب نهائي. وأنا أيضاً قادم. قلت لك مليون مرة بالراحة، إحنا مهمتنا سهلة جداً، ندور على الكنوز ناخدها هوب نبقى بعدها أغنية. لم أفهمك جيداً، أفتش عنها وأخذها وماذا بعد ذلك؟ طرزان ما تعصبنيش أرجوك، ما تعملش حاجة وتعالى ورايا من غير ما تفتح بقك. المكان هنا مخبر جداً، يبدو أنني سأعطس، هل معك منديل؟ لا يا طرزان لا. انت مين بقى؟ ومن تكون انت؟ هيا اجري بسرعة، اجري بسرعة، يلا. 10,130. امشي ولف لفتين كمان. كفاية، اكيد الموضوع مختلف عن اللي انتم بتسووه، مو معقول يعني. ليث ممكن يكون عنده حد. افتح يا سمسم بسرعة. ما تفتحش يا كرواسون بالسمسم، انا مش بحبك. قول لي يا فلافيلو، انت حاولت تشد الباب لبرا كده ولا لا؟ ليث طلع اذكى مننا يا فلافيلو. فيها ايه يعني لو كانوا كتبوا ورقة وعلقوها عليه؟ ما بفتحش الباب كده غير لما بلاقي ورقة عليه. يا ترزان اتحكم في بقك ومناخيرك يا ابني شوية. آسفون يا قائد، أدرك أن عطستي قوية جدا، آخر مرة عطست أحدثت عاصفة ظهرت في الأخبار. تمام خلاص، خلينا دلوقتي في المهم. الحجر اللي فوق ده بيلمع وشكله غالي، عايزين ناخده علشان نبيعه ونبقى أغنية. اطر وأحضرها، لست نسرا أم نسيت أصلا؟ الكلام دايما سهل، ما أنت غوريلا أهو، اطلع على الحيطة كده، مش عايز كلام فارغ، هات ظهرك اطلع عليه يلا. اثبت. ذكرني لاحقا عندما نركب الحافلة أن نحجز لفرد واحد فقط. عشان نعرف ندخل لقلب الهرم هذا لازم نحل لغز من الألغاز اللي راح تكون مكتوبة هذه يا جماعة. اكل بس وهتلاقيني بحللك كل ألغاز العالم يا ليث. المكان هذا شكله يخوف مرة يا جماعة، تعالوا نرجع أحسن لنا. استنى، مفيش رجوع يا درغام، أنا مش موافق على الرجوع النهائي، مستحيل الكلام اللي أنت بتقوله ده. فلافيلو إيش بتسوي؟ انسى. إيش الأصوات اللي سامعها هادي؟ يا قائد، يبدو لي أني سأعطس. لا أوعى، مش وقت. هذه القبعة مناسبة لك ومناسبة على
سمعتوا الأصوات اللي أنا سامعها؟ أكيد أحد مننا سوى صوت كده ولا كده. ما عملناش حاجة يا درغام يا صاحبي. ليش بتصرخ يا فلافيلو؟ دحين هيجوا علينا. لا يا درغام ما تقلقش، استنى أنا هحل البروبلم. دول راسمين شكل ميكروفون، استنوا أدوس عليه. ألو ألو، ممكن تبعتوا حد ينظف المكان هنا لأنه مش نظيف. الجهاز ده مش شغال ولا إيه؟ فلافيلو كفاية لا تدوس. الزرار ده شكله بايظ. ألو ألو هولدن، هو ايه ده؟ ايه علاقة الكيكة؟ اهرب. توقفوا، انا اريد كعكتي. انتم تعالوا خلفي هنا. يا ماما ابو عين كبيرة. اسرعوا، لا وقت لدينا، عيني تضررت من الجري. ايش صار لها؟ ايش اللي بيصير هذا؟ ايه اللي بيحصل؟ انت مين؟ وايه دول كمان؟ لذيذة كيكة مين دي اللي اخدتها وكلتها هم؟ اتبعوني، اقتربنا من غرفة المحرك. أخبروني من أنتم ولما اقتحمتم آلة الزمن دون إذن. إيش آلة الزمن هذه؟ هذا الهرم هو آلة الزمن التي نسافر بها، صممناها لتشبه هرما حقيقيا، ولكي تظل متواجدة قسمناها كالهرم ورسمنا عليها رسوماته لتكون شفرة تحافظ عليها من العدو. طيب ماشي، طالما معاكم آلة زمن زي كده، ليش جيتوا حطيتوها في نص المدينة بالشكل المخالف هذا؟ جراش هو ولا إيش؟ لم نكن نريد النزول في هذا المكان، لكن سبباً مجهولاً ما جعلنا نأتي المكان الخطأ. سأذهب لغرفة التحكم كي أصلحها ونهرب. تعالوا معي وفي الطريق تخلصوا من العناكب السامة. يلا نمشي بسرعة، ده بيخوفنا زي العيال وما بحبش كده. يلا ترسم قربنا. عصابة قرصان؟ انتوا ايش بتسووا هنا؟ النسور مش بتطير ولا ايه؟ انت ما الذي تفعله؟ اياك ولمس الحجر يا أرجوك. هو ايه اللي حصل؟ سرقتم حجر الزمان، احضروه بسرعة. انت اجعل هذه السيارات تتوقف. للأسف لا نستطيع، فالصحراء مغرية للجد ومحركاتنا أرجونا. يا ريت تقفوا خالص. بتصرخوا كده ليه؟ مش سامعين نفسنا من زعائكم. أنت لا تفهمني، حجر الزمان لا يرسلك لزمان ومكان آخرين فقط. الكارثة أن الحجر يقرأ أفكار أقرب شخص إليه ويغير المكان وفق ما في ذهنه. هاتوا الحجر منه. رزان، يعني الحجر ده بيقرأ اللي في عقلي؟ بقينا أغنياء جدا، بقينا أغنياء. هنرجع ازاي؟ اختر لنا مكان. توقف. لا، وين صرنا؟ هذا المكان هادي مرة. ماذا سأفعل بهذا الحجر؟ سنظل هنا حتى تعطي الحجر لشخص آخر، فلنهدأ حتى نعرف ماذا سنفعل. لا، تيركس بدراعين قصيرين. كويس انه بطيء. بطيء كيف؟ اي شكرا جزيلا لك. ده باتيناج، انا عايز زيه. انه يريد التزحلق. بصوا بقيت رجل كبيره. توقف عن التفكير واعطني الحجر. ما تدلوش الحجر يا ترسان. غير القناه يا درغام. أهلا في مدينة السحاب يا فلافيلو، أنت جاهز للتعلم؟ يا مامي. يلا رح تنجحوا. برافو عليكم، أحسنتم. إيش المكان هذا؟ أهرب. الدور ده شكله متعصب قوي يا درغام. تعال نسأله ونشوف ايه معكر مزاجه كده. يا ولد بإمكانك إنقاذنا، الحجر في يدك يقرأ عقلك. تخيل أننا في غرفة التحكم لكي نرحل من هنا سريعا. يلا يا أثقلين، ودينا غرفة التحكم. يلا ودينا بسرعة. هنروح ازاي لوحة التعلم؟ لا، قال غرفة التحكم مو لوحة التعلم. احنا نبغى غرفة التحكم حالا. الولد هذا راسه مخربطة على الأخير. يلا غرفة التحكم حالاً. خلصنا خلاص. ودينا غرفة التحكم. غرفة التحكم، أبغى غرفة التحكم.
وانت رجعت تعلق تاني. لايف يلا اصحى، الشمس طلعت. ها اعطني هذا. من ياخذ الحجر غيرنا بامكانه تغيير الزمان والمكان، ولا نستطيع السيطره عليه. نحن من نستطيع لمسه والسيطره عليه دون خطر. ايه ده، الفضاء طوله بيتظبط كده ازاي؟ ينفع اظبط رجلي على مترين؟ فلافيلو، علماء الاثار العظماء نجحوا باكتساح، حلينا اللغز وانقذنا السفينه. عمرنا ما هنكون فاشلين عشان دايما يد واحده. المشكله لم تحل، ما زالت بالاله مشكله مستعصيه، علي اصلاحها قبل الرحيل، لكن لم تتضح المشكله لدي. دقيقه واحده، في شيء موجود هنا. هذا عنكبوت. وخر عني. هش هش، اوعى ابعد عني. كائنات غريبه توقفنا منذ فتره. حقا انا لا اعرف كيف اشكركم يا جماعه، أنتم كائنات طيبة وتساعد بدون مقابل، ولن أنساكم أبداً. كيف أستطيع أن أشكركم؟ بس مش عايزك تبصلي خالص، بخف منك لما تبصلي. هيا نرحل، هيا هيا. إلا أنا شايفه ده أسانسير. إلى أين أنتم ذاهبون؟ ستظلون هنا لأنكم حاولتم سرقة الحجر. إذن حظاً سعيداً، احترسوا من العناكب ولا تضيقوها. هيا أعيد لي كعكتي. الحقونا. فيري 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 فيري. تفضلوا، آيس كريم لذيذ. تعال تعال تعال، الآيس كريم الأصلي عندي هنا، تعال وتذوقوا. ايه آيس كريم لوزوز، مين يقدر يقاومه؟ لا لا لا، اوي 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 اوي، وسعوا القبطان، فلافيله جاي ومحدش هيقدر يوقفه. الحقوني بابا، باقي لي فرصة واحدة بسرعة. اللاعب حقي ما بيلعب زي ما ابغى، شكل الجويستيك خرب. كيف؟ انا دوبي لاعب بي امس كان كويس كده، انت خسرت وراحت اخر فرصة ليا. مستحيل، ماني مصدق، كله بسبب الجويستيك الخربانة هادي، في شيء غلط. بابا ايش سويت؟ ليش كسرت الجويستيك؟ طاح من يدي. زيك يا درغام. اهلا اهلا يا فلافيلو، ليتك دقيت قبل ما تدخل. ما كنتش عايز اتعبكم وتقوموا تفتحوا. انت جيت فوقتك يا عم فلافيلو، بابا كسر الجويستيك وخرب اللعبة، ايش حنلعب دحين؟ يلا نلعب بالبيلي، بصوا انا بليت اهي، كبيرة شوية بس مش مشكلة. نلعب تل دحين؟ كيف يعني؟ يعني ازاي يا ابني انت؟ درغام هو الولد ده بيقول ايه؟ شوف يا حبيبي، التيلة هذه عبارة عن كورة صغيرة مصنوعة من قزاز ملون، تعرف زمان كنا نلعب فيها طول اليوم في الحارة. يا سلام على ايام البيلي، كان معايا الحزام الاسود. طيب علموني، خلونا نلعبها سوا طالما بابا خرب الجويستيك. الجويستيك خربانة من اول. طبعا طبعا، انت ما كسرتوش ولا حاجة. المهم احنا شكلنا حنحتاج نجيب تيل تاني، ما حينفع نلعب بتيلة واحدة. يا لعيف، روح يلا جيب التيلة القديمة حقتي من المخزن، حتلاقيهم جوا مجمعهم في كيس. أنا لقيته. فين حنلعب؟ أنا عندي ضيوف مهمين، يلا تفضلوا من هنا، كله يطلع برا، طوارئ اتحركوا، اخرجوا من الصالون حالا. هنروح فين بقى دلوقتي؟ نروح بيتك يا فلافيلو. بس أنا بيتي فيه خناقة كبيرة جدا بين النمل والحشرات، مبهدلين الدنيا قوي. تمام تمام فهمنا، أنت بيتك مخربط. دحين يا جماعة لازم نلاقي مكان عشان نلعب فيه. أوه، في إيه؟ على فين يا بهوات؟ ليس يا ابني، ما هذا الذي أنت ماسكه في إيدك ده؟ شوف هدول شوية تيل، قاعدين ندور مكان نلعب فيه. ممكن أسمح لكم تيجوا تلعبوا بي عندي في منزلي المتواضع، لكن أنا عندي شرط. إيش الشرط هذا؟ أنا كمان هلعب، لو كسبت هاخد من كل واحد فيكم علبة بسكوت. أنا عن نفسي مش هشتري له بسكوت. تمام موافق. وأنا بقى مش موافق، لو لقيت بسكوت هاكله أنا. هزلت حقا، كان كويس يعني لما أكلت مني نص الطماطماية بتاعتي. الطماطم دي حاجة والبسكوت حاجة تانية. اطمن يا فلافيلو، رستم باشا أصلا ما راح يقدر يغلبنا أبدا. يلا مفيش حد هياخد مني بسكوتي. بسكوت ايش هذا؟ بسكوت لسه ما جبتوش، ولو جبته ما تاخدوش. خلاص يا فلافيلو، تركنا لك بسكوتك اللي مو موجود، يلا مشينا. اتفضلوا من هنا، اهلا بكم في بيتي الفاخر. انت عايش هنا يا رستم باشا؟ ايوا، وانا كمان اللي عملت الديكور بتاعه بنفسي، ايه رايكم؟ تحفه مش كده؟ ايوه عجبنا مره يا رستم باشا. لا ده وحش قوي. فلافيلو لا تنطق. ما في مكان نلعب فيه هنا، يلا نمشي. لا طبعا في، فلافيلو ممكن تروح تشد الترابيزه اللي هناك دي. البرميل ده؟ انا قلت الترابيزه. البرميل يعني؟ البرميل اللي هو الترابيزه. لا بقى انا شايفه البرميل اللي هو يبقى البرميل بالظبط، بس مش مهم. ايش حنسوي؟ يلا يا جماعه نبدا اللعب.
بترميها كده شوف. وده لعب يا درغام، بص شوف فلافيله. على فكرة بقى أنا أحسن واحد ممكن يلعب بالي. أيوة أصلا أنا فضلت ألعبها كتير بين الحارات والأزقة. انتبهوا فلستم ما تظنون، وهناك ما يسمى بالمنطق. هل هذا منظر بالي أو تيلة؟ اسمعوني كفا. في شيء غريب يا بابا. إيش اللي بيصير هذا؟ البلية دي شكلها تتحول. ده اسمه كلام برضو يا بيليا، هو انت اتعصبت علينا كده ليه يعني؟ سأجعلكم تكفون عن ملاذاتي بهذا الاسم، ستظلون محبوسين هنا إلى أن تتأدبوا معي. على فكرة أنا ما أقدرش أفضل هنا على طول يا درغام، عشان المسلسل اللي بحبه جاي بالليل. أكيد في طريقة نخرج بيها من هنا. مفيش غير طريقة واحدة بس ممكن تخرجوا بيها من هنا. ها؟ مين هذا؟ اعرفوا لوحدكم أنا بأمين. جهاز توستر بس عنده شنب ودان. أيوة مظبوط، أنا فعلا جهاز توستر، ما تهزرش بقى. هو أنت مش شايفني يعني؟ أنا محبوس هنا بقالي سنين كتير. مو المفروض إن هذا شيء يزعل؟ تقريباً عندك حق، بس أنا ضحكت بالغلط. إحنا لازم نخرج من هنا بسرعة، فلافيلو لازم يروح يشوف المسلسل حقه في البيت. خليه براحته، مش لازم تستعجله يا درغام، أنا ممكن أتفرج على الإعادة. بس لما تتفرج على المسلسل أول ما يجي بيبقى أحسن. مسلسل إيه ده؟ بنتين. إيه؟ بيج بن إيه؟ صح، بنتين ده حلو قوي. ايوه بحب المسلسل ده قوي، عندي كمان ساعه بنتين، عايز تشوفها؟ مسلسل ايش اللي بتتكلموا فيه؟ احنا محبوسين هنا ولازم نتصرف ونخرج. هذا صح يا ابني. يا استاذ غرير، في طريقه ممكن نخرج بيها من هنا؟ في. طيب يلا قول لنا ايش هي الطريقه بالضبط. مش قايل؟ ليش ما تبغى تقول لنا؟ عشان دي خطيره جدا، المتاهه البلوريه، ودي مكونه من طبقتين، لازم توصلوا للمركز وتطلعوا المفتاح وانتوا خارجين منها. بس مفيش حد راح هناك ورجع تاني، مفيش حد عرف يخلص المتاهة دي. سمعت قال ايه يا درغام؟ محدش رجع من هناك. ما هو اللي طلع ايش اللي حيرجعه تاني؟ شكلك عندك حق. طيب احنا ممكن ندخل اول طبقة من فين؟ ادخل من الباب ده، واول ما تدخلوا هتشوفوا مكان تاني خالص غير اللي هنا. لازم تلاقوا مفتاح الطبقه التانيه وتفتحوا الباب باي شكل. يا ليت المفتاح متخبي في مكان سهل ونلاقيه. لازم نبص تحت الحصيره. ما في حصيره يا فلافيلو. عندك حق، ممكن يكون المفتاح ده جوه الفازه مثلا. طيب يلا نروح ندور. ما راح تيجي يا غرير؟ لا، لازم يكون في حد هنا عشان يساعد اللي بيجوا بعد كده. حظ سعيد. شوفوا في دليل هنا. عاصفة التراب والرمل العجيبة، صعب عليك الهروب من المخلوقات الغريبة، اسمعوا اللي المفروض تلاقوه في الصحراء وروحوا دوروا بسرعة على أول جزء من اللغز. أنا ما فهمتش أي حاجة من الكلام ده. مفيش دليل تاني يفهمنا فيه إيه؟ بيقول عاصفة التراب والرمال، ما في أي رمال هنا. عجبك كده؟ اهو بقى سمع كلامك يا درغام. الجو هنا حر قوي، يا ريتني اشتريت ايس كريم بدل البيليا. ايدوا يا جماعه، ممكن نطلع من هنا بحل اللغز هذا. ايش هو يا ترى؟ صعب جدا الهروب من المخلوقات الغريبه. ايش الهروب من المخلوقات هذا؟ حنهرب من النخل ولا ايش؟ ايش المخلوقات الموجوده في الصحراء؟ ممكن يكون ابو زبابه. ايه، بصوا كده على الاهرامات اللي موجوده هناك دي، ايه رايكم لو نمشي في الاتجاه ده كده؟ إيه؟ لا طبعاً، دي فكرة وحشة جداً، اهربوا. لازم تسمعوا كويس اللي تلاقوه في الصحراء. بس كيف نسمع اللي راح نلاقيه هنا؟ فكك دحين من اللغز واهرب يا ليث. مضبوط، مويا اللي لازم نلاقيه في الصحراء طبعاً هو المويا. عبقري يا ابني، يلا لازم نجري من هذه الجهة. وهنعمل ايه دلوقتي؟ وصلنا للبحيره. مش عارف ايه نظامكم، بس انا هشرب ميه، انا عطشت قوي من الجري يا ناس. ساب لي شوية يا ابني انت. ما هو ده؟ المفتاح. برافو عليك يا عم فلافيلو، انت لقيت المفتاح. احسنت عليك يا فلافيلو، بس يا ريت المرة الجاية بقى تبقى تسيب لي شوية. بسرعة افتح الباب التاني قبل ما تيجي المومياوات. جايين ورانا. افتح عليكم يا نمل ويا حشرات يا وحشين، ما لقيتوش مكان تاني تتخنقوا فيه غير بيتي، كان زماني قاعد في البيت بكرامتي. انت شكلك كده عرقان شويه، ايه رايك ترتاح وتهدى؟ بس مفيش وحش عشان تهرب منه المره دي، اللي بتدور عليه ممكن يبقى موجود مع الراجل الصغير اللي هناك. ممكن. بقول لك يا درغام، لو سمحت لا تفتح فمك. ايش في يعني؟ كنت حقول ممكن نرتاح ونبرد شويه.
مش أنا قلت لك تسكت خالص يا درغام؟ عينيا فرزنت. شوفوا هادي بطريق، احنا في القطب الجنوبي. بسرعة لازم نحل اللغز هذا وإلا حنتجمد هنا. لا ما حدش هيتجمد قبل ما أكل البسكوت بتاعي. ما في وحش تهرب منه هادي المرة، يمكن تلاقوا اللي بتدوروا عليه عند الرجال الصغير. تقريبا ما في دليل المرة هادي. ومين الرجال الصغير هذا؟ كل اللي محتاجينه دحين هو مفتاح للباب الجاي ونخلص. ها؟ إيش هذا؟ في أحد هناك، شوفوا الرجال الصغير ده. أيوة أكيد هو الرجال الصغير، امسكوه بسرعة. هو فين راح؟ أحد شافه؟ شكله جري جوار البطريق اللي في النص هناك ده. أي واحد فيهم يا رستم باشا، هدول كلهم شبه بعض. إزاي يا درغام؟ بص كده ده عنده شنب. سيب البطريق هذا ودور على الرجال يا فلافيلو. شوفوا هناك بسرعة دخل البيت. تعال نمسكه قبل ما يهرب. أهلين بالضيوف. أهلا بيك بابا نويل. أنت إيش بتسوي هنا؟ أنتوا شو اللي جابكن عنا وشو عم تعملوا بالضبط؟ في الحقيقة بابا نويل إحنا محبوسين جوا متاهة سحرية، وبعدين شفنا المساعد حقك الصغير هذا، مشينا وراه عشان نبغى نسأله على شيء. ما زالكن إجيتوا كرمال شغلة، اتفضلوا سألوا. متشكر جدا لكرمك أستاذي الفاضل. إحنا انحبسنا في متاهة سحرية غريبة ولقينا دليل عشان نخرج منها، وهذا عبارة عن لغز، والدليل بيقول امسكوا الرجال الصغير هذا. وإحنا طبعاً أول ما شفنا الأستاذ الصغير ولقيناه صغير. تمام، يعني أنتوا يعتبر لقيتوني قبل ما تمسكوه، وصاحبنا الصغير هيك قام بالمهمة المطلوبة منه. زي يعني عمو دايبة هو الباب؟ لا ماني الباب طبعاً يا أستاذ أبو زلومة. ليكو هون الباب اللي عم تدوروا عليه. ماني مصدق عيوني. بس احنا لين دحين ما لقينا مفتاح الباب الثاني. وهلا اجا دوري تسأل اسئلتي، وانتو لازم تجاوبوني. شباك صغير وحلو بيطل على كل الدنيا، شو هو؟ جاوبوني. ابو السباح. ايوه انا متاكد، على طول بيبص من الشباك. لا يا فلافيلو مو كده، هذا لغز لازم نحله، هو بيتكلم عن شيء مختلف تماما. عرفت، زماره. ايش علاقه اللي قاله يا فلافيلو بالصفاره؟ مش عارف يا درغام، شكلي كده عكيت. شكلي عرفتها، شباك مصنوع من القزاز بيطل على كل مكان. ايوه عرفتها، هذه اكيد النظاره. برافو عليك عرفتها، برافو عليك، انت هيك حزرت الحزوره. صار لازم أعطيك هدية يا شاطر. هديتي؟ لي أنا؟ بس بدري على نجاحي. لا هاي مكافأة لأنك حزرت الحزورة، اتفضل خود. شكراً عم بلحية. نفتح عشان نشوف جواها ايه بالظبط. أكيد جواها بسكوت طبعاً. هذا طلع مفتاح. مفتاح باب ايه ده يا ترى؟ طيب باب شو بده يكون؟ قولك يا ليث. أكيد هذا مفتاح باب الخروج. يلا تفضلوا طلعوا برات المتاهة الخيالية، ولازم تديروا بالكن على حالكن، وبعد هيك ما تعصبوا أي بلورة خيالية من شان ما تلاقوا اللي ينقذكن. إحنا متشكرين يا عم أبو لحية. مش حلعب بالبلية تاني أصلا. الوداع عم أبو لحية. أخيرا خرجنا، ماني مصدق، خلصت المتاهة. هو بصوا بصوا، الرجل الصغير اداني الهدية دي قبل ما امشي، وانا بقى قررت اني اديها هدية لرستم باشا. انت بتتكلم بجد؟ انا ممكن اطير من الفرح. اتفضل خدها. افتحها. فتحتها. رستم بالكريمة، انا هوريك يا فلافيلو وستندم. اوه تسلم يدك يا ابو الريش، من جد الجدار شكله حلو. قديش فاضل لك تقريبا؟ هانت قربت خلص، بدي خلص بسرعه مشان اخذ الاولاد على جنينه وايلد ويست اللي فتحت جديد لاني وعد فتوش. اوه هنا. هاي 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 حلو قوي. شوفوا عم فلافيلو ايش بيسوي يا ترى. يا اولاد تعالوا جنبي بسرعه، هذا الرجال ما له مضمون ابدا. فهموني هو ليش عم بيعمل هيك. اخ ما حصلش حاجه خالص. اي اسف فلافيلو سريع. تمام. يا ترى متى هيستسلم فلافيلو؟ ايه على فكره سمعتك يا ليل. دي نهايه حركتي العظيمه الرهيبه قوي. يلا يا فلافيلو.
وانتوا بقى تبع انهي فريق؟ برغام شكلها في ماتش مهم هنا، بص عليهم كده. فلافيلو انت مو شايف شو اللي عملته هون؟ انا هيك رح ضل طول اليوم وانا عم نظف الاولاد. انا رايح يا درغام. بس الجدار رح يضل كده؟ معليش رح كملها بيوم تاني. خود التذاكر، اكيد ما رح نلحق نروح. بعد ما حمم الاولاد ما رح ينفع نطلع لبرا، خلاص. اخ يا فلافيلو اخ. مع السلامه يا فريق اللي ما عرفتوش. جيو 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 وو وو وو. استحموا كويس عشان تكسبوا. بابا يا بابا، هذه التذاكر مجانيه، احنا حنروح حديقه وايلد ويست. ايوه يا ابني يلا نروح، حنتحرك من هنا الين وايلد ويست واحنا بنغني اغنيه تذاكر مجانيه. تذاكر مجانيه، تذاكر مجانيه، كيف نتونس بلاكي؟ يا ليت كل شيء جميل زيك، حنا مبسوطين معاكي. تذاكر مجانية، تذاكر مجانية، ما دفعت فيكي ولا دخول. أهلا بكم، سأراجع تذاكركم. طبعا اتفضل. لكن هذه تذاكر مجانية غير مسموح الدخول بها. إيش؟ حسناً أمزح معكم، هل صدقتم؟ انظروا أنا أيضاً ربحت آيس كريم مجاناً منذ قليل، والآن يمكنكم الدخول يوماً سعيداً. شكراً. تذاكر مجانية، تذاكر مجانية، كيف نتونس باقي؟ تذاكر مجانية، تذاكر مجانية، اسكتوا بقى، أنا واقف هنا بقى لي ساعتين بحاول أقول كلمة. خلاص عرفنا إنها تذاكر مجانية، اسمعوني بقى. إيش اللي أنت لابسه هذا يا عم فلافيلو؟ ما لقيتش لبس كاوبوي ولا هنود حمر ولا صفر، في الآخر ادوني لبس الصبار يا لايف. أنا متضايق قوي، أنا مالي ومال الصبار؟ لا يا عم فلافيلو، الصبار مهم في حياتنا. طب عشان التريقة بتاعتك دي، تعال أديك حب. كفاية هتعورني. أعزائي المشتركين، أنا مدير المكان، وزي ما انتو شايفين طبعاً فتحت مكان أكتر من رائع. برافو يا مدير، من جد يا زين ما سويت. متشكر ليك قوي، في مهمات سرية كتير مستنياكم في الجنينة. اللي هينفذ المهمات كلها ويخلص اللعبة في أسرع وقت هيكسب معانا شوال كبير مليان ذهب. لا خالص ما سمعتوش غلط، أنا فعلاً قلت شوال كبير مليان ذهب. سؤال كبير مليان عنب؟ أنت سمعت غلط، مفيش حاجة اسمها سؤال كبير مليان عنب، أنا قلت شوال كبير مليان ذهب. لحظة معلش، بجد هو ما قالش عنب؟ ودلوقتي هنفتح الأبواب، مستعدين؟ ابدأوا يلا. طالعوا المكان هذا؟ كأننا موجودين في فيلم. شايفين في قطار لعبة كمان، المكان هذا كبير كذا. خلاص أنا مرة مبسوط. طيب إحنا كيف هنعرف مهمتنا؟ لازم أفوز وأخذ الشوال الكبير اللي مليان ذهب. أنتوا قصدكوا الشوال ده؟ قرصان وعصابته موجودين هنا؟ ومعاهم معاهم معاهم الشوال اللي بندور عليه. كلهم لابسين طواقي ومسكين أسهم وشكلهم حلو، وما عنديش قوة خاصة ومعيش حاجة. أنا مش بس مجرد ديكور، ديكور وبشوك. انتباه انتباه، قرصان وعصابته دخلوا لعبتنا واستخبوا، وفي الآخر سرقوا جايزة الشوال الكبير اللي مليان ذهب، اللي بجد تعبنا جدا لحد ما عرفنا نخبيه. قولي فرحان على ايه بس يا عم انت؟ معلش انا صبار ممل جدا ومش عارف اعمل ايه. انا خلاص هغير مهمة اللعبة، اسمعوني وركزوا في كلامي كويس. اللي هيمسك فيكم قرصان وعصابته هيكسب معانا الجايزة. هيا أسرع. ماذا أفعل هذه سرعتي؟ لو ركبنا القطر هنعرف نهرب بسهولة، القطر هيوصلنا بسرعة للفتحة اللي دخلنا منها الصبح. العصابة نطت وركبت القطار؟ شوفوا شوفوا، القطار هيلف في الأخير هناك وهيجي يمر من هنا بالضبط. لسه قدامنا وقت إلين ما يلف. محتاجين نجمع الأشياء اللي حوالينا ونقفل عليهم الطريق. صح، يلا بسرعة. أهلا بيك يا أخ صبار، معلش مضطر أشيلك أوديك هناك. انظروا، درغام ومن معه أغلقوا الطريق. تمام خلاص يلا بسرعة. ايوه رجلي اتسلقت. يلا يا بابا. ماني عارف اطلع رجلي، فلافيلو اتصرف بسرعة. تمام. ايش بتسوي؟ بحاول اوقف القطر عن بعد بالقوة الخارقة، انا الصبار الراجل الكبار. اهرب.
انقذ نفسك يا ابني، سيبني خلاص وروح انت علي، هذا قطار لعبة اخر يعور رجلي. لا يا بابا. قوة الصبار. عملتها، قوة الصبار نجحت أخيراً. يا ترى ممكن أعمل إيه كمان بقوتي الجبارة دي؟ تعتقد أقول إني لما خبطت اليد الطريق تغير؟ لا تقول له، خلي المسكين يفرح. تمام، خلاص طلعت. يبدو أنهم تمكنوا من تغيير اتجاه القطار، وفي هذه الحالة لن نصل مطلقاً للمكان الذي نريده. أنت عندك حق، إحنا بعدنا عن الفتحة اللي دخلنا منها الصبح. عاوزك تحاول تبص حواليك كده وشوف هي موجودة فين. حسناً يا قائد. لا يا قائد، لدي خبر سيء جدا. اوعى تكون سرنت القطر باظت. لا بالعكس، تعمل جيدا، اعد تشغيلها مجددا يا طومان. انا كده اطمنت. لكن الخبر السيء انهم اغلقوا الفتحة الخاصة بنا. مش معقول، ده اسوأ من السرينة فعلا. اذا لم نخرج من هنا سيمسكوننا يا قائد. احنا مش هنستسلم، انا جات لي فكرة حالا، احنا ننط في كوام التبن دي ونستخبى فيها. حسنا يا قائد. اذا انتظر الوعيد تشغيل الانذار مرة اخرى. يلا بينا. يا جماعة مش عارف اقلع اللبس ده، السوسنة باظت مني، اعمل ايه؟ حران مرة وانا ابغى اشرب. كله يسمعني ويركز كويس، انا بصيت في الكاميرا من شوية ولقيت قرصان وعصبته رايحين على البنك اللي موجود في القرية، وقفلت المخارج لحد ما نمسكهم. يا مدير كتير شوب، حدا يعطينا شوية مي. هدلكم نصيحة تنفعكم، الصبار معروف انه بيخزن جواه مية، لو جبتم صبارة وقسمتوها نصين هتلاقوا جواها مية تقدروا تشربوها. ايه اللي انت بتقوله ده يا فندم؟ بصوا في صبار هناك اهو، كبير وشكله مليان مية. شكله مليان مية. ماما يا جماعة انا مجرد صبار ديكور. فلافيل اهرب. هو يا هي يا هو يا هي، انت انزل بسرعة من العربية، محتاج اهرب. بس انا عندي شغل. مش مشكلة خالص، دول فاكريني صبار بجد وهيجوا يسيبوني نصين. انزل بسرعة. الصبار الكبار اللي بيشاوي الجاي وسعوا. فلافيلو استنى، يلا بسرعة. ادعى سمازين يا فلافيلو. يلا ها، محدش يتحرك، دي عملية سطل. نعم، من المؤكد أنها ليست شيئاً آخر، ليست زلزالاً مفاجئاً، إنها عملية سطل، فرجاءً لا تسيئوا الفهم. تمام يا طرزان، خلاص كفاية لوكلوك، دي عملية سطو بالموز وممكن تبوظ. أهلا وسهلا بكم في بنك الحوافر. فضي المكان دلوقتي بسرعة. أهلا وسهلا بكم في بنك الحوافر. تمام، أهلا بيك. خلاص، هو أنت ما بتسمعش؟ قلت فضوا المكان. أهلا وسهلا بكم في بنك الحوافر. يا قائد، إنهم ليسوا حقيقيين، يبدو أنهم آليون. طمان، هيا قم بتعطيلهم. أهلا وسهلا بكم في بنك الحوافر. شفت اللي حصل؟ مرة زمان قالوا إن الناس هتقعد في البيت والآليين هياخدوا مكانهم. المهم دلوقتي شغلنا بقى أسهل. يلا هاتوا الديناميت علشان عايز نشتغل على مية بيضة. وقف يا فلافيل وقف، خلاص وصلنا. مش عارف أوقفها، الفرامل ثابت مني. هندعس أحد، وقف. أهلا بكم، يوم جميل أليس كذلك؟ فوتوري فوتوري، اهلا بكم، يوم جميل اليس كذلك؟ اهلا. الراجل بيعيد كلامه، الكاوتش اثر عليه. انت كويس يا صاحبي؟ تقريبا هدول آليين، هذا المكان كله آليين. طيب كويس، ما هم حقيقيين. طرزان اسكت شويه يا اخي. يا مدير انا عارف انك شايفنا، اسمعني كويس، ابعت لنا طياره هليكوبتر حالا، ولو ما ساعدتناش على الهروب هنطير البنك ده ونبعته للفضاء. نعم، وسيصبح اسمه بنك النجوم. ايوه، لازم تسوي اي شيء. انا عندي فكره، انتوا اشغلوهم وانا هروح اكلم المدير. كيف حتلاقي المدير يا ولد؟ ما حد عارف مكانه فين اصلا. انا راح امشي وراء اسلاك الميكروفون هذا لين ما اوصل للمصدر. يلا عشان نلهيهم يا فلافيلو. سيب لي الموضوع ده. يا مدير انا بكلمك، رد عليا، هطير البنك. يا قائد، يبدو لي أنني رأيت شجرة الصبار هناك تتحرك. صبار إيه؟
مفيش صبار بيتحرك. كأنها تحركت بعض الخطوات. انت شكل الحر أثر عليك جامد. انظر بابا بابا بابا، أنا أتكلم جديا، تحركت حالا. انت بتهزر يا ابني؟ يا قائد، الصبار يضحك أيضا. أيوة، ما أنا كمان سمعته بنفسي. طب تفتكر بيضحك ليه؟ صراحة أنا لا أعلم. طلعوا الموز بسرعة. فعلنا يا قائد. ده فلافيلو، قوة الصبار. رجل الصبار لا ينهار. ما الذي يحدث؟ بابا البس الجواكت هذه بسرعة. يا ترى ايش اللي بيصير؟ فلافيلو اغمى عليه؟ مو مهم، انا هعرف البسه. قائد، تعتقد اي شوال يخصنا؟ يعني ايه انهي شوال؟ هو راح فين؟ يا قائد، جميعها اختلطت معاً، وانا لا اعرف اي منها يخصنا. انت ازاي بس ضيعت الشوال يا طرزان؟ انهي واحد؟ انهي واحد؟ ليس هذا وليس هذا. بابا، هذا مغناطيس الذهب، هذا هو اللي حينقذكم. اصحى يا فلافيلو، البس هذا. الحق، ده الشوال بتاعنا طلع بيطير. امسكوا امسكوا الشوال ده، كان بتاعي، هتشوفوا دلوقتي. انا هدمر لكم البنك بتاعكم. يا قائد، يبدو انه ورق ملون وليس ديناميت حقيقي. ما تضحكش يا طرزان، ما تضحكش، ما تاكلش الموز يا فالح، ذكي قوي. انتبه انتبه، انا ضابط هذه القريه وجئتني القبض عليكم انتم الثلاثه، لن تهربوا. الحقونا الحقونا. برافو يا ليث، احنا عرفنا ننقذ شوال الذهب بسببك، الجائزه دي من حقكم انتم. يا سلام. اولي فلافيلو، يا فلافيلو. في ايه؟ احنا طايرين. يا مامي. فلافيلو يا فلافيلو، انت انقذتنا كلنا بقوة الصبار الجبار. واحنا فزنا بشوال الذهب. ايه؟ معقول كده؟ لولولي، اكيد بتهزر، انقذتكم. لولولي، هيغمن عليا من الفرحة. اغمن عليا. طب يا ترى اقول لهم ان اللي كسبوه ده مش ذهب حقيقي؟ وانه حديد وانا صبغت اصفر زي الذهب؟ ولا اقول لهم بعدين، بعد ما ياخدوا الصدمة؟ وين الخيم؟ وين الخيم؟ ما تعرف أدوات التخييم وين ممكن تكون موجودة؟ أنا ماني لقيها هنا أبداً. بابا، طالما أنت ما أنت عارف تلاقي أدوات التخييم وإحنا هنا، كيف هنخيم في الشمال من دون بوصلة؟ يا ولدي، إيش دخل الشمال في الموضوع؟ نخيم في أي مكان في الجنوب وخلاص. درغام، بص، في أدوات صيد كتير هنا. أوه، السنارة دي جميلة قوي بجد. يا ترى إيه ده؟ أنا اصطدت حاجة. إحنا في المحل يا عم فلافيلو، إيش هتكون اصطدت؟ أها، شوف أهو اصطدتك، اصطدتك يا صغنن، أسميك سردينة. يا أستاذ، إذا بتريد تتركني بدي ساعد الزباين. أنا آسف، اصلا ده مش موسم السمك خالص. امشي يلا. استنى استنى، قبل لا تمشي وريني مكان الخيم اللي هنا. تمام، تفضل من هون. واحنا طيب ايش راح نسوي؟ اهلا بكم جميعا، هل تريدون تجربه لعبه القوس والسهم الجديده؟ اوه، حلوين مره، شفتهم على الانترنت امس. لو سمحتي، انا كمان شفت فيديو حلو القطه اللطيفه قوي على الانترنت، في منها عندكم يا ترى؟ عند الخيام ستجدون لوحه يمكنكم التصويب عليها، جربوا مهاراتكم في الرمايه قبل الشراء. اتفرجوا عليا، عيون عيون الصقر بالضبط يا عمي. السموحة منك يا ولادي، تراني مو قادر اشوف المكتوب، تكفي لو تقرا لي الخط ارجوك. طبعا، عيوني زي عيون صقر لسه في عز شبابه. هذا هو. يا لها من ضربة رائعة، هل تريد تجربة اللعبة أنت أيضا؟ طالما لعبة من غير فلوسي بقى هجرب. وسع يا ليث بسرعة، شوف الاحتراف على أصوله. هذا كده ما يدخل مويه صح؟ دي ما تحسبش، مرة كمان. يا فلافيلو، أنا محتاج الرجال هذا دحين. أقرب شوية عشان هنا بعيد أوي. آخر مرة، دي آخر مرة. ماذا؟ هناك خصم كبير، أسرعوا! يلا بسرعة، كل حاجة بلاش. خلاص، أنا هنجح المرة دي أكيد. أنا رح أهرب، هذا الفيل غريب. تمام، ما رح يلاقيني هون أبداً. هوبا!
ضد قوانين الفيزياء يا ماما. وانا مش عارف انجح ليه، انا بقيت فاشل يا عالم، ده شيء مش معقول. بطاطا للبطة. استنى بس يا عم فلافيلو، وين رايح وتاركنا؟ انا رايح البيت، ده لو لقيت طريق البيت طبعا، يعني ما انا طلعت فاشل قوي يا ليث. معنا اليوم الأسماء الواردة في موسوعة الأرقام القياسية لهذا العام. بطلنا الأول اسمه أبو طويلة بيك الطويل، وطول رقبته 35 متراً. أبو طويلة بيك، مرحباً بك، اشرح لنا كيف نجحت في اكتساب هذا الطول. للأسف مش سامع حضرتك. نعم الكلام من هنا صعب، سأصعد قليلاً. أبو طويلة، كيف استطعت تحقيق هذا الرقم القياسي؟ الشغل كتير طول الوقت، العرق دايماً، عرق كتير طول الأسبوع، الشغل كتير تاني، شغل زي المكنة طول الوقت، باختصار شغل كتير جداً جداً جداً. ها وكمان بما إني زرافة رقبتي طويلة أصلاً، وممكن أكون اشتغلت كتير على الفاضي. شكراً أبو طويلة بيك. أعزائي حان الآن موعدنا مع رقم قياسي آخر. معنا الآن الطفل الأكثر صراخاً للجملة بلو 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 بلو. طالما كل الحيوانات تقدر تحقق أرقام قياسية وتطلع التلفزيون بسهولة كده، أنا كمان أقدر أحقق رقم قياسي، أكيد عندي موهبة في حاجة أنا برضو. دلوقتي هقعد على مكتبي بالشكل ده، وهاخد قلم اللعبة اللي بحبه ده، وبعدين هكتب المواهب اللي عندي واحدة واحدة ومن غير استعجال. أيوة ابدأ فلافيلو. بعد 50 عاما لسه ما فيش حاجة اكتبها خالص. وبعد 100 عام أنا إزاي لسه مش لاقي موهبة اكتبها؟ وبعدين الوقت عدى أوي، يلا نرجع مكان ما كنا. تمام من 150 عام. أوه إحنا رجعنا، الصوت الخارجي طلع بيسمع الكلام. ليش جمعتنا في الحديقة هذه بالذات يا فلافيلو؟ جايبنا هنا تقول لنا تاني إنك خايف من الألعاب هذه ولا إيش؟ ما تهزرش يا ليث، أنا مش خايف منها، واخف منها ليه يعني؟ يا مامي الحقيني. المهم اسمعوني كويس، امبارح فكرت كتير وقررت مع نفسي ادخل موسوعة الارقام القياسية الواسعة دي. الكتاب مش مقضيني، اتصرف ازاي؟ قولولي ارجوكو. ايوه زي ما تخيلتوا، حاولت اعمل كده بس منفعش للأسف الشديد يا صحابي، عشان كده خد يا ليث الكاميرا دي، وانت يا درغام خد الليستة دي خليها معاك. بس اللي يعرفه ان انت مو موهوب في اي شيء. ايوه عشان كده قررت اشتغل كتير يا درغام على فكرة، وعلى رأي المثل النجاح 40% موهبة، 50% شغل كتير، و10% شاورما فراخ بالتوم والبطاطس. قصدك 10% حظ يا صديقي. اقرا الليستة لو سمحت يا درغام. واحد، اكون اكتر شخص في اصحاب القدام يرقص الرقصة المشهورة لومبان لومبان وانا لابس لبس سندويش الشاورما. صاحب الرقم القياسي فلافيلو حيبدأ الان. رقم قياسي جديد لرقصة اللومبان بزي الشاورما. بتسجل يا ابني؟ ايوه يا بابا. بدأت اعرق جوه الشاورما من دلوقتي يا جماعة. انت كده جاهز يا فلافيلو؟ يلا ولعها يا درغام ولعها. 3 2 1 ابدأ فلافيلو. لومبان 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 لومبان. بعد 9 ساعات لومبان 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 بقى لومبان لومبان يا ماما لومبان 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 لومبان. كفاك اللي بتسويه يا فلافيلو، سهرت بينا وما عارفين ننوم. لومبان لومبان مش جاي لك نوم؟ قول لباباك يحكي لك حكايه وهتنام. ما ممكن معاك يا فلافيلو، بجد ما عارفين ننوم. لومبان لومبان انا ممكن احكي لك انا حكايه، بس مش هينفع ورايا شغل. لومبان لومبان قلت اسكت يا اخي، ارحمنا منك شويه. سفنجتي حبيبتي راحت، مش قادر استحمل يا درغام ثانيه كمان. لومبان لومبان عليه ليث كده، ما راح اكل شاورما تاني طول حياتي. كرهت الشاورما بسبب عم فلافيلو من جد. يا ترى الدور على ايش؟ اكثر حيوان بينظف وهو بيغني اغنيه من غير ما يوقف في نفس واحد لاطول وقت. اكثر حيوان يقوم بالتنظيف اثناء الغناء بلا توقف وفي نفس واحد. انت كده بتسجل يا ليث؟ ابدا يا عم فلافيلو. كله يوسع يا الله، بدل التنظيف الرشيق الخفيف. ايش ده؟ صاحبي بينظف التلفزيون حقي بالمكنسة، هذا ما يعرف شيء عن التنظيف. الأغنية يا عم فلافيلو إياك تنساها. أنا بتاع التنظيف، رشيق وخفيف، لطيف وظريف، بالصابون ينظفون، بالصابون ينظفون. استنى فلافيلو، بتطلع الشارع كده؟ مش عارف أبطل يا درغام، مش عارف. يا سلام على التنظيف، أي تنظيف رغيف، أنا بحب التنظيف النظيف. هوبا هوبا وع التنظيف، شيكا شيكا شيكا، أوعى التنظيف. الزول ده شكله تعبان، بينظف الجمامة. ليه 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 كده بس؟ الزبالة دي حرام اتوسخت جدا. هوبدي هوبدي، يا سلام على التنظيف، يا عيني يا ليلي على التنظيف بتاعي اللي أبدا مش سخيف.
انت فهمت خالص، ده بدا يمسح في الشارع كله. فلافيلو كفايه بقى، بس بس يا عيني على تنظيفي. بابا ممكن تقول لي شيء لو سمحت؟ فلافيلو استنى هقول لك شيء. ترى اللي بتسويه هذا ما ينفع يكون رقم قياسي، انت كده فاهم الموضوع غلط جدا. يعني ايه ما ينفعش رقم قياسي؟ يعني اللي بتسويه هذا طبعا صعب، بس انا ابغى اقول لك ان الاشياء هذه ما تتاخذ على محمل الجديه عشان تكون ارقام قياسيه. عشان تكسر رقم قياسي لازم انك تتفوق على نفسك، وكمان تحاول في الاقسام اللي تحددها اللجنه، والا يكون كل اللي بتسويه هذا ولا ليه لزوم وما ينحسب انه رقم قياسي. تمام ماشي. ليه ما قلتليش ده كله من الاول قبل ما ابتدي؟ شفناك متحمس مره فما رضينا اننا نزعلك. يعني يعني انتوا ما صدقتوش اني عايز احاول بجد؟ كنتوا عارفين من الاول اني مش هقدر اعمل حاجه وما حذرتونيش بس عشان ابقى راضي عن نفسي. لا لا استنى يا فلافيلو، ما تمشي رح نشرح لك. انا رايح البيت ومخصمكم كلكم. ايش اللي سويناه هذا؟ ايش سوينا يا ليث؟ زعلنا فلافيلو مننا مره. دقيقه واحده، معانا مشاهد كثير وانا عندي فكره جباره. في حفله رغاوي ولا ايه يا عم البقال؟ يلا امشي من هنا. ايه ابعدوا عني، مش عايز حد منكم يكلمني. هتبوظوا الجرس، ما ترنوش كتير كده لو سمحتوا. انا خلاص مش عايز اشوف اي حد منكم. انا هفضل نايم على السرير ده عشان انا شخص ما عندوش موهبه ابدا. فلافيلو بيه، فلافيلو بيه، افتح الباب رجاء، نريد الحديث معك للاهميه الشديده وفي اسرع وقت. ايه سمعت حد قال فلافيلو بيه؟ بقيت بيه وانا بيه يا درغام. فلافيلو بيه. ايوه معكم انا فلافيلو بيه. قولي مرة كمان، فلافيلو بيه؟ فلافيلو بيه؟ أيوه عظيم أوي. جينا لنعطيك جائزتك للأرقام القياسية اللي حققتها. إيه؟ جائزة إيه؟ أرقام إيه دي؟ فلافيلو بيه، كسرت رقماً قياسياً جديداً، أخبرنا عن إحساسك. بس أنا عديم الموهوبية في أي حاجة، إزاي ده حصل؟ كلامك غير صحيح، أصدقاؤك الأفاضل صوروا فيديو لمحاولاتك لكسر الأرقام القياسية في الموسوعة ووضعوه على الإنترنت وشاهده 10 مليارات مشاهد. إيه؟ 10 إيه؟ مليار؟ تريليون؟ 100 مليون؟ أكتر من 5000؟ إذاً تفضل باستلام ميداليتك الذهبية. مش مصدق، كسرت رقم قياسي يا درغام. يوهو، عندي ميدالية ذهب. يلا باركولي، يلا باركولي. من جد كلنا فخورين بيك يا فلافيلو. بحبكم قوي يا احلى صحاب بجد، سامحوني اني زعلت منكم. احنا كمان مره نحبك يا عم فلافيلو. الجائزه دي ما تكفينيش يا جماعه، انا محتاج جوائز اكتر من كده. بس لقيتها، قررت اعمل محاوله رقم قياسي جديد. ايش راح تسوي مثلا؟ بص يا درغام، هرقص رقصة اللومبان بسرعة وانا بنظف، وارقصها كمان وانا بسيخ كفتة، هعمل كله في نفس الوقت. ايش؟ تعالى هنا يا نجم يا صديقي، هعمل الموضوع ده كله تحت بيتك انت المرة دي بقى. امي ما تهربش، انا عارف بيتك فين يا نجمي. حضر الكفتة بسرعة. بسرعة يا جماعة، بسرعة بسرعة. ها انتم جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يلا بسرعة اجمعوا كل شيء. انا هاخد الطاسة دي تلزمني. انت ايش هتسوي بس بالطاسة يا فلافيلو؟ احتمال اقلي برجر. ايش ده يا بابا؟ في وحش جاي علينا ولازم نهرب. تعالوا نركب السيارة هادي. فكرة كويسة، يلا يا ابني. ايه استنوا، رايحين فين؟ استنوني. سامحني يا فلافيلو، انت صراحة مرة بطيء. خلاص انقذ نفسك بنفسك. استنى، انت ازاي تعمل معايا كده يا درغام؟ انا مش هسيبك، مش هسيبك. في كام نجمة فوق دماغي. اوعى الدوخ الوحش بيقرب. كابوس فظيع. انا هوريك يا درغام لما اشوفك. الو الو، صباح الخير. أنا مخاصمك يا درغام، كده تهرب وتسيبني أواجه الوحش لوحدي؟ لو الوحش كلني كنت هتصرف ازاي أنا دلوقتي؟ أنت إيش بتقول؟ الكابوس جاك مرة تانية؟ أنا مخاصمك يا درغام، ما تغيرش الموضوع. فهمت، يعني الكابوس جاك مرة تانية، بس أنا عندي مفاجأة. تعال السوبر ماركت يلا بسرعة، البسكوت خلاص وصل. لا طبعاً مش حجيلك. إيه؟ اللي فيه ورقة الحظ؟ أنا هجيلك بأسرع سرعة، اوعى تسيب حد ياخده أرجوك. تمام، أنا راح أستناك، بس لا تتأخر علي. ترى حاسس إن في أحد بيراقبني وبيراقب مين اللي بياخد البسكوت. ده واقف قصاد الويفر، فلازم نراقب تحركاته كويس.
مش عايزين لخبطة زي كل مرة. الإجمالي 18 دونجل. أتريد أي خدمة أخرى يا أستاذ؟ لا شكرا لك يا زول. اوعى تسيبني تاني أرجوك حتى لو في الحلم يا درغام. حاضر يا فلافيلو حاضر. أنا مرة مستعجل كنت أبغى أعرف إيش حظ اليوم. بسكويت شوية اللي رح يقلك حظك. إيه؟ أنت إزاي مش عارف البسكوت ده؟ في ورقة بتقولك يومك هيبقى ماشي إزاي؟ صحيح، الورقة المكتوبة جوا البسكوت بتقولك حظك اليوم لو يومك سعيد أو مليان بالمصايب والكوارث الغريبة. ترى البسكوت هذا بيعرف كل شيء. تفضل يا أستاذ الفاتورة. يا ولد ساعد أستاذ نجمي وضع الأغراض له في الشنطة. الأستاذ التالي يتفضل. اللي بعده شكله عايز فلوس وهيضايقني. اتصرف معايا درغام. اتفضل. هل أنتم سوياً؟ إيوة وأنا حدفع. جيب البسكوتة يا فلافيلو. خد بس اوعى تلخبط البسكتاكيت مع بعض. حسناً 5 دونجل فقط. ما سويت شيء. انت كده خربطت الاثنين مع بعض. يا ريت الوحش كان كلني. قولي لي اعمل ايه انا دلوقتي؟ البسكوت بتاعنا اتلخبط خالص. اية بسكوتة حقتي؟ انا حظ اليوم كله كنت حارفه من البسكوتة هادي. عين ايش رايك لو تجرب شي وتشوف؟ جايز يطلع حظكم انتم الاثنين اليوم زين. انا خايف جدا بس لازم افتحها. ايش مكتوب؟ يا لهوي انا مرعوب بس هفتحها. مش ممكن. ايش مكتوب؟ يلا قول. سيكون يومك مليء بالسعادة. مكتوب ايه عندك؟ مكتوب عندي سيكون لديك يوم فظيع مليء بالمصائب الكثيرة. طيب اية حقتي فيهم واية حقتك؟ انا بجد مش عارف. بابا انت ايش بتسوي هنا كل الوقت هذا؟ احنا اتأخرنا مرة، نبغى نروح معرض فنون الزجاج الشفاف. يلا. ايش معرض الزجاج؟ انا ما اقدر اروح هناك ابدا. البسكوتة قالت لي ان حظك اليوم مليء بالمصائب واخاف اكسر كل القزاز. بابا يلا احنا اتاخرنا. ايش صار؟ طمنوني. احنا ما نعرفين مين فينا اليوم حظه طلع سيء في البسكوت، فلازم ناخد حذرنا والا راح تصير مشاكل. لازم ناخد بالنا ونمشي تحت التندة دي، ممكن فازة تقع على دماغنا وتفشفشنا فشفيش. وفي احتمال كمان إن التندة نفسها هي اللي توقع عليكم وتفتفت روسكم. السيارة بسرعة تخبى. العربية بسرعة استخبى. كده إحنا في أمان. أتمنى إن ما في أي مصايب فظيعة تصير لنا اليوم. أنا بقى هلبس حزام الأمان وخوذة كمان وكتفات السباحة وسدادة حلوة كده عشان الطقم يكمل. طيب احنا حننتظر المتحف يجي الين عندنا ولا ايش؟ ممكن يحصل، انا شفتها في فيلم قبل كده. بابا ليش ما تحركت؟ انا مرة قلقان يا ليث، ممكن نصقع في اي احد او ممكن حد يخبط فينا. يا ولد ابعد من طريقنا، ما تخبطناش، روح لف من بعيد. بابا احنا لازم نتحرك على المتحف دحين، ما نبغى نتأخر اكتر من كده. خلاص طيب هحرك السيارة ببطء. شوية شوية، أنا ماشي على الغيار الأول. ما تمشي على الغيار الزيرو أحسن. ما في شيء اسمه الغيار الزيرو. أنا ماشي أسرع. الحق شوف مين اللي سبقنا، احنا كده ماشيين تمام. تعرف إن أغلب حوادث السيارات بتصير بسبب المشي على سرعة بطيئة على الطريق؟ من جد؟ لا طبعاً أنا أمزح. إيش؟ يعني أنا لازم أمشي بسرعة؟ افتح على 19 مع البيضاي. وصلنا بألف خير. لسه اليوم طويل وما فاتش منه غير ساعتين، لسه ما شفناش حاجة. يلا ندخل المتحف. إيش؟ لا مو معقول، أنا لو دخلت المتحف كل شيء حيتدمر. أنا حجلس هنا. وماما إيش حيكون رأيها لو عرفت إنك تركتنا لحالنا ندخل المتحف؟ خدي تساعدك في التفكير، كله بيعمل كده. أنا حفكر. لا تسيبها. سمعت صوتها اللطيف، قالت لك ادخل معاهم من الأول. بتحط نفسك دايماً في مواقف بايخة. عندكم حق يا أولاد، ما حقدر أسيبكم لحالكم. يلا يا فلافيلو حندخل للمتحف معاهم وما حنخاف. ها لا طبعا، وانا مالي، انت اللي ابوهم، يلا ادخل معاهم. انت لو ما دخلت معانا يمكن احتمال تكون انت صاحب الحظ السيء مو انا، وينقفل عليك باب السيارة وينقص الاكسجين وتسوي حادث وما تلاقي اي احد ينقذك. انا حذرتك، يلا باي.
استنى انا جاي. خلاص يعني كنت نازل من الاول. بهزر معاك يا اخي. في حاجه مهمه. شيء رائع. خد بالك لحاجه تتكسر. اهلين، ممكن التذكر لو سمحتي؟ اتفضل. شكرا، انبسطوا بالزياره، بس انتبهوا لانه كل شيء هون مصنوع من الازاز وممكن طبعا ينكسر بكل سهوله. كل خطوه هون بحساب، فيا ريت تفكروا قبل ما تتحركوا او ما تتحركوا. انت جاي تهزر معانا ولا ايه يا اخينا؟ احنا جايين نتفرج من بعيد. ابعد فلافيلو، اهدى، صوتك كده هيكسر الجزاز. حط المخدة هادي على راسك، محتاجينك تكون هادي مره في المتحف. اصحى يا فلافيلو. مين؟ انا نمت اول ما شفت المخدة قدامي. خلاص انا رح اشيل المخدة هادي، ارجوك انتبه وانت ماشي. الحق، في تمثال ازاز واقف قصادنا وبيتحرك. استاذ انا مو تمثال، انا جيلي فيش. من اليوم ما رح اكل جيلي ولا فيش. اريد ان اخبرك بشيء يا مساعد. مساعد الزبائن حضرتك. ماذا؟ مو باي مساعد، انا هني مساعد الزبائن يا استاذ. انت حقا تساعد كل الزبائن والجميع يحترمك. هل تتذكر الاثنين اللذين تبدل بسكويتهما هنا؟ لقد عرفت سبب المشكلة. عندما رجعت كاميرات المراقبة لاحظت أن البسكويت وضع في حقيبة خطأ ليست لهما. يبدو أنك وضعته بالخطأ في حقيبة شخص آخر. يعني جي أنا خربطت الدنيا. من الجيد أننا اكتشفنا الخطأ، يجب أن تتصرف سريعا. هذا معناه أن البسكوت مالهم اتخربط ويا بسكوت العنزة نجمي، وهذا معناه أني لازم أتصرف حالا قبل لا تتعقد الدنيا. عليك أخذ استراحة والذهاب لتجد حلا. أخيرا جت الفرصة اللي أثبت فيها نفسي، بسوي مغامرات مستحيلة وأنقذ فيها العالم كله. سوبر هيرو مساعد الزبائن. تاتارارارارا. لا أصدق ما جرى له. تاتارارارا. العربة الطائشة، يلا تعالي حالا. انطلقي. استمع إلي، لا تتأخر، لا أحد غيرك يستطيع مساعدة الزبائن. رد علي، ما تخبيش، باقي قد إيه على اليوم ده ما يخلص يا درغام؟ خليني أشوف. اوعى الفوزة الإزاز تقع. لا. مسكتها. مين أنت؟ أنا مساعد الزبائن ودائما جاهز في خدمتكم. أنا سوبر هيرو. أنت فاهم منه أي حاجة؟ أنا خلاص عرفت الحقيقة كلها. البسكوت مالكم اتخربط ويا أحد ثاني. ببساطة أنتم خدتم البسكوت ماله وهو أخذ البسكوت مالكم. إيش؟ معقول؟ يعني إحنا كنا خايفين طول اليوم بدون سبب لأن البسكوت اتخربط؟ كده أنا اطمنت. بس يا ترى إيه اللي في حظك اليوم في البسكوتة التانية؟ خلاص ما في داعي للقلق يا فلافيلو، أكيد مو أسوأ من اللي حنا فيه. ناخد جولة في المتحف قبل ميعاد الزيارة ما ينتهي، إيش رأيكم؟ شكراً جداً يا صديقي، أنا ماني عارف من غيرك إيش كنا حنسوي اليوم. أيوة، من هنا ورايح أديك بقشيش كله ما أروح السوبر ماركت. مع السلامة. يا سلام، جميل جداً التمثال ده، حالاته بكم يا أخي؟ عن إذنك يا نجمي. ده حالتي لسه ما فتحته بسكويت الحظ الليلة. وخروا لي، أعطوا لي طريق. بابا انت وينك؟ اليوم الجو جميل والدنيا أجازة، عشان كده المكان زحمة مرة. أنا متأكد إني ما رح أنجح المرة هذه كمان في التزلج، بس لازم أجرب. شوف، أنت لازم تجرب تاني يا ليث، إياك تسلس. يا هو أي اوبا. اوه، ايه يا جماعه، هتلعبوا معايا كوره؟ ماشي نلعب، بس مش هقف جول. طيب ايه رايكم اللي يبربش الاول هو اللي يقف جول؟ ها، اتفقنا. انت اللي بربشت الاول، يبقى انا اللي هشوط الكوره. بس انت كده بتغش. ابدا ما حصلش، انا ما رميتش الكوره، هو اللي بربش الاول. ركز اكتر، هدي نفسك، انت بتحاول وحتنجح. اقول لك شيء، بتطيح مره كويس. انا حاسس بالفشل، يعني صار لي كثير بتدرب ومو قادر اتعلم. يلا يا كمبر، انت قد اهو، اغمض عيونك. ايه ده، بص بسرعه، في عصفوره وراك. مش انا اللي يضحك عليا.
حاول يلا انت تقدر. لا 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 تطيح يا ليث. لا 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 انا كسبت، برافو عليا. كده كافي، انا ما راح اكمل، مستحيل احاول تاني ابدا، انا خلاص حروح. استنى اشوف الشوطه دي مني، هدف عالمي. انا لازم اروح دحين اتفاهم علي، الولد اكيد مره متضايق. استناني شويه يا درغام، انا حاسس اني مرهق حبتين من اللعب. واضح اني فشلت وما حلعب التزلج تاني، مو قادر وما ححاول، انا اخذت قراري خلاص. ايش الصوت هذا؟ ايش؟ ليث يا ولد، كل انت فين رايح؟ اوه ظاهر ان في حد بعت لنا الاسانسير، لازم نبعت له جواب شكر. بس ما في احد ارسله، هو نزل لحاله كده يعني؟ ايه ده اسانسير سحري، يلا نجرب. يا عم فلافيلو بالراحة على الأسانسير. إيه؟ هذا ما فيه غير زر واحد بس. طب يلا ندوس عليه بسرعة. هوب. مو نعرف إحنا فين رايحين قبل ما ندعس؟ دوس على الزرار أول ما تلاقيه، في مثل بيقول كده. قل لي فين سمعتوا المثل هذا؟ إيش اللي صار؟ يا ترى الأسانسير هذا وين رايح؟ أنا خايف جدا، يا ترى إيش اللي ممكن يصير لنا؟ والباب كمان مقفل، كيف حنخرج؟ شكلها هتبقى مغامرة حلوة. أنا مرعوب، من جد بخاف من الأماكن المقفلة. أنا برضو بخاف من علب التونة المقفولة. وبعد ما تفتحها بتاكلها؟ سيبكم من علب التونة، أنا حيغمى علي. بسرعة يلا قبل ما يطيح. هل رأينا مصعدا بالفعل؟ بالفعل. أظن نسبة الأكسجين تقل، افتح الشباك. بالفعل. هل لديك كلمة غير بالفعل؟ فعلا فعلا. احنا فين وصلنا؟ اي 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 ايوه يا تيتا، هجيب كوباية اللبن واشربها. انتظرناك فترة طويلة يا استاذ ليث. انت تعرفني؟ انت مين؟ انتم مين واحنا وين؟ وايش اللي جابني هنا؟ انا ما اعرفكم، وايش تبغوا مني؟ اهدى قليلا وستفهم، اختياراتك هي التي اوصلتك الى هذا المكان. وايش المكان هذا بالضبط؟ هذا المكان، هذا المكان حجز كبير جدا لمن أراد الاستسلام. شكرا، بالمناسبة أنا أفكر في الغناء. دقيقة واحدة، أنا أبغى أفهم اختيار إيش اللي هو أخده؟ أيوة يا تيتا، جاي هو أخذ كوباية اللبن السخنة. يعني مثلا ليث قرر ألا يكمل تدريب رياضة التزلج واعتبر نفسه فاشلا، لذا هذا الحجز مخصص للمستسلمين الذين لا يصرون على تحقيق أحلامهم. هذا الكلام مو معقول أبدا، أنا حاولت لكن بصراحة فشلت أكثر من مرة وما أبغى أحاول تاني. تحديات الحياة ليست بهذه السهولة يا ولد، عليك المحاولة والمحاولة مرة أخرى، يجب ألا تيأس أو تستسلم. يا حراس أمسكوا بهم وضعوهم في الحجز. دقيقة دقيقة، إحنا إيش سوينا؟ أنا ما استسلمت في شيء. إذن اشرح لي لما دخلت هذا المصعد. هذا المصعد مخصص لإحضار من سيدخلون الحجز فقط، وطالما صعدت بداخله فستحجز. لا لا أكيد في خطأ، أنا ما سويت شيء، وليث كمان لسه ما استسلم، هذا كان بيحاول. أوه انتوا هتاخدوني عند تيتا مش كده؟ عشان أشرب اللبن. فلافيلو ركز شوية لو تسمح، انت جيعان ولا إيش؟ بس فهمني. أوي زلبتي، أنا مو مصدق، جابوني هنا عشان ما حاولت في رياضة التزلج؟ تمام تمام، أنا تمام تمام، أنا تمام تمام، أنا تمام، فهمت تمام تمام. وليش جيت هنا يا تمام؟ كنت متدرب لمسابقة الجري في طريق فوق التلج وتحت التلج، بس حسيت نفسي بطيء وأخذت القرار إني مش هكمل زحلقة ومش هشترك في المسابقة، فجابوني للأسف هنا. أنا تمام تمام تمام. أنت مسكين. انت مفكر روحك قاعد هني لوحدك ولا شنو؟ ايش؟ مو انا في الحجز، يعني لازم ابكي بالطريقة هذه. بس انت منو اللي قالك هذا الموضوع؟ جيبوا لي الهارمونيكا حقتي، لازم اعزف موسيقى. اي 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 ا
بس توقف حكي ودموع، انا بروحي متوتر. ميعاد الغدا وايد اتاخر اليوم. حوقف كلام، بس قل لي انت ليش جيت السجن هذا؟ في يوم من الايام حسيت اني مو بقادر امشي وبديت اسوي تمارين، وبعدها للاسف الموضوع صار وايد صعب علي واستسلمت. وبعد اللي صار هذا جيت هني على طول. فيقني لما نيجي وقت الاكل ولا باكلك انت؟ ايش؟ انا محظوظ قوي، جابوني في مكان حقعد فيه لوحدي ومش معايا حد خالص. محقوني محقوني، الحقوه الحقوه. هي بطني اتعلمت الكلام امتى؟ حالا نتغدى يا حلوه، ما تقلقيش خالص. يا لهوي، انا قاعد على حد ومش واخد بالي. خلاص قوم. اي انت ليش ما تطالع قبلنا تقعد يا اخو؟ انت ما تعرف انا منو؟ قل لي انت ما سمعت عني من قبل؟ لا تسوي شي مره ثانيه. شفت بقى اللي حصل لك من اللوك لوك لوك. وقت الغداء، هيا بنا نروح. هيا انا جوعان. ليف كيفك يا ابني؟ طمني عليك. أنا كويس يا بابا، ودوبي راجع من حمام السباحة بعد ما خلصنا حفلة الشوي. شوي؟ ما حد جاب لي سيرة أي حفلة. أنا بمزح، ما في أي شيء من هذا. درغاب فلافيلو، تعالوا هنا، حجزت لكم مكان. مو معقول، لازم نخرج من هنا. يلا ندور على طريقة نهرب بيها. إحنا ممكن نحفر نفق. ماذا؟ مش هنحفر نفق. ها هو من يحفر النفق. إنه هو. أسرعوا. مو أنا. كده تمام، كل واحد فينا يمسك ملعقة. وقت الغداء تقريبا بيكون ساعة. في الوقت هذا الحجز حقنا بيكون مفتوح، والحسن الحظ حارس الحجز بيجلس وقت الغداء يتفرج على التيفي، وحنا حننتهز الفرصة هذه ونحفر نفق طويل تحت الأرض ونهرب منه برا الحجز. فلافيلو، انت حتكون مسؤول عن شغل المراقبة. لا لا لا، كده هكون مسؤول عن شغل يا حضرتك. المراقبة انك تنتبه وتحذرنا لو في خطر، واحنا هنكون بنحفر النفق، ولازم تنبهنا لو شفت حارس بيقرب مننا. تمام تمام، تقدروا تعتبروني احسن واحد بيراقب. انا حتى مش هغمض عيني. مش هغمض ولا لحظه. انا مش هغمض، انا مش قادر. دي طلعت شغلانه صعوبه قوي. وقت غداء اليوم التالي. وقت غداء اليوم التالي. عملتوا ايه؟ عرفتوا تهربوا من هنا؟ ايوه طبعا هربنا، بس وحشتنا فقلنا نيجي نزورك. لو كنا عرفنا نهرب من المكان هذا كيف حتلاقينا واقفين قدامك هنا؟ يعني انتوا لسه ما هربتوش من هنا؟ هذا لساته بيسأل. الابواب تغلق. درغام، وطي الموسيقى التصويرية دي شوية، محدش عارف ينام من صوتك. عايزين ننام يا أخي. حاضر. تمام كده، حلوة أوي. حاولنا نحفر نفق ونهرب من هنا أكتر من مرة وفشلنا. شكلنا كده حنقعد في المكان هذا على طول. كنت أعلم، استسلمت أليس كذلك؟ يبدو أنك نسيت ما أتى بك إلى هنا. ألا تريد المحاولة؟ إذن فلتنتظر هنا طوال عمرك. كفاية محاولة. لا أنا مو ناوي أبطل محاولة. إحنا حنهرب من هنا، وإنت كمان. إيه ده أنا؟ أيوة، بس إنت كمان لازم تساعدنا. ألو بابا، أنت سامعني ولا لا؟ أنا سامعك يا ابني. حنا حنهرب من هنا بكرة، وحقول لك على خطة الهروب.
درغام حضرتك بتكلم الماسورة ليه يا فندم؟ نعم انت يا فلافيلو. اسمع الخطة. هيا اوقفوهم سريعا. كفى هيا شجارا. انا قلت كفى لا اجيد ازعاجا. انتم مساجين مشاغبين جدا، انا هعاقبكم. يا حارس الى اين تاخذ هؤلاء المساجين؟ تمام. ماذا؟ انا اقصد دول اللي بداوا شغف في المكان، فانا واخدهم دلوقتي اعاقبهم. حسنا عاقبهم. اجروا يلا اهربوا بسرعه. يلا اخيرا هربنا. لا شكرا لانك ساعدتنا يا حارس. انا مش هو. تمام. برافو عليك، ماني مصدق انت ما استسلمت ونجحت في انك تهربنا. انا مره فخور فيك يا ابني. العفو يا بابا، انا ما راح استسلم تاني ابدا. يعني هتكمل دروس التزلج يا ليث؟ طيب ماشي، واكيد هنجح. يهو. تمام.